أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز لامرأة أن تسافر لوحدها من جدة إلى الرياض لأن زوجها مقيم في الرياض وهي تدرس في جدة؟ هل يقول أحسن الله إليكم: هل يجوز لامرأة أن تسافر لوحدها من جدة إلى الرياض لأن زوجها مقيم في الرياض وهي تدرس في جدة، علما بأن مدة سفرها في الطائرة ساعة أو ساعة ونصف؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. فأنت تقول يحل لها، والرسول يقول لا يحل، هذا لا يجوز. لا تسافر إلا مع محرم، في الطائرة، في السيارة، على الدواب، على قدميها. الحديث مطلق، ما حدده بمركوب خاص، حديث عام لكل زمان وكل مكان. والمحرم فيه مصلحة للمرأة وصيانة للمرأة وحماية للمرأة في الطائرة وفي غيرها. لا نخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم بتعليلات باردة، يقول السفر قريب والمرأة مع جماعة وما أشبه ذلك، ونعارض قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، مطلق. ما استثنى الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا. والمرأة تحتاج إلى المحرم وهي في الطائرة وهي في السيارة وهي مع جماعة، الجماعة هم محارم لها، هم محارم لها. نعم.